السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. البارح أبوي عاد من تعشينا ما رمنا نحرج ساكن، ربضنا أبوي ربضت وحده ولا منا واحد ظهر، جلسنا بربر 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 لين نصايف الليل الساعة 11 ونص 12 كأنهم ظهروا عني. هي ها منو ظنكم؟ واحد من ربع في البلاد. انا يا ابوكم ما ارد علي من كثر ما يكون رمست فارطه فارطه، ترى ترك اللي ما يعنيك فايده واللي رمست فارطه ما ودك حتى ترمس وياه ولا تضيع وقتك وياه. وحد من العرب يجي دمه ثجيل ويستخف دمه غصب زور، يا اخي ما تنشه والله يا ابوك، ينك كنك حصاه بلد بلد. حد من العرب بلد دمه بلد قريز وغصب زوري قد ما يستوي ما يستوي ما يستوي. مرات الطباخ التهم الملق اللي ما فيه أي حموزية ولا أي طعم، منو يأكله هذا؟ يأكلون المقدم ولا الإنسان في عقل ما يأكل الشيء اللي ما الجن، هالجن يأكلون الأكل بلية ملح. والله حد من العرب رمسته يوم بيرمس وياك شرات الأكل التهم ولا الأكل الملق ولا الطباخ اللي ولا القهوه المفارجه ولا الشيء اللي مبغاوي. يعني شو بقول لكم امور المراه. ابوي وخمدنا اقول لكم البارحه خمد من عقب هاي العيوش واللحوم وروب ودهنه وسلطه ومطاشين، والله دهنه بعد هاي الدهنه الطيبه، وتعايزنا ولا سرنا ولا ينا بركنا بركتن وحد عين من وقت يعني من الساعه 8:30، من 8:30 واحنا بوي في الغرفه سوالف وعندك ودونك ويانا سويداب بن حرقوص ويعني قزرنا وقت. والله شيء جميل يعني البحستان سنوي قال غرب الله تعدوه سويدان ثرا طاع يرمس، يوم يبي يرمس قال بند التليفون ولا والله خف الطينه اشد عنا بعد اشد ب 100 ودي عنا ابراهيم توفيق. هاي سويدان حرقوص يعني ما يبعد داله رقم، ما يبعد داله رقم ابراهيم توفيق، زيد عن الاولي والتالي كان ما يطيق كم ترشيته بغيت يرمس يسولف ابدا ما طاع. يقولوا لي ها شو السنه هذه اللي اختفت عليك؟ ابوي الحمد لله انا من الله خلقني اوقاتي كلها طيبه بزينها وشينها، وكل اللي مضى في حياتي اشوفه زين، وكل الجاي اتمتفائل انه يكون زين واخير واحسن. ليش لا؟ أنا أبوي إنسان أحب الحياة وأحب الضحك والسوالف والسيرة واليي والعلم والخبر، ولاجي العرب والعرب تلاجيني ما تدسس ما تخشش ما أصير أماكن ما حد ييها وعسب ما حد ييني ما تعذر عن حد، تصير عند الناس كلها وأحب العرب كلها، واللي يلاجيني أسولف ويا حتى لو ممكن بوز بويها خليت الابتسامتي مخصوص على سب إنه يغير مخ اللي في مخه، يمكن حد ملقننه حد قايل له علم ولا خبر ولا كاذب عليه وهو يكون ساذج ويصدق، بالرغم انه ما عندي مالي مقاقة لين هالكثير، بس اسب انه اكسر الخبر اللي جايلنا ولا حد ترى بعد ترى كان صديقك واحد وايدين ابوي، مقابل كل صديق ألف حاسد ومقابل كل صديق ومحب مليون إنسان يدور الضغين والقال والقيل ويوهم الصدقان والساير والياي إن فلان هاي ترى قاصر وفلان قاصر وفلان هذا زين وهذا شين، وهو بيت العيب. شفتوا بيت العيب؟ منبع الشر ومنبع اليهد ومنبع القال والقيل، هذا اللي يقول حق العرب ان فلان فيه وفلان علان فيه، هذا يا ابوكم في شو مكانه؟ في الدرك الاسفل من جهنم، الناس كلها خير وبركه، ما حد اخير عن حد ولا حد اصل عن حد ولا حد ابوي، الناس كلها عايشه من استوت الدنيا، لكن حد من العرب والعياذ بالله ين وظهر من ديوان عقله خلاص وصل الى مرحله الجنون ان كانت ذكر ام انثى. فلذلك لا دمي يوم بيمشي خلي الناس كلها صدقانه وكلها احباب ولا يجلس يعذرب في فلان وزيد وعبيد، ضحك وسوالف الناس كلها تحب الادمي اللي يضحك ويسولف معروف، حب يقبض عليه كلمه ترى قلت ولا ما قلت. انا عن عمري والله يا ابوك اضحك ويا العرب كلها واحب الناس كلها، واللي بيسالها الله يحفظه شو بيديم الحيله، بيجلس اربع ورا الوادم اللي ما تفتهم
أبو حال هو من الأساس ما يبي يفتهم، ما يبي يعرف أن الدنيا فيها ضحكة وسوالف، ياخذ كل شيء على محض الجد. اللي ياخذ الدنيا على محض الجد يجلس في بيته ويقفل على عمره ويعزل عمره، ولا يصير دار ما فيها حد. يقولون والله لندن وايد عرب، بصير بلاد ما فيها عرب؟ شيء خير عن يرة العرب وشوف العرب، شيء خير عن شوف الناس الحية. هذا أبوي اللي يتهرب عن العرب، أبوي هذا يتحرهم بيدورون عن سلف، ولا عطنا شيء، ولا 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 عشنا، ولا غدنا، ولا ولا سلفنا، ولا شيء. أكيد ولا أنه يسوي شيء غلط ما يبي حد يشوفه. هذا اللي يسوي شيء غلط ما يبي حد يشوفه هو هاللي يتهرب من الناس. ولا مدامك أنت تمشي، مدامك أبوي تمشي بما يرضي الله، والله على ما قالوا الأوليين امشي الحرة وما عليك مضرة، وليه ما ينزقر ما يتوايب، ليه ما ينزقر ما يتوايب. حد يقول نعم حق إنسان ما زقرني كيف أقول له نعم؟ كيف أتوايب أنا؟ ما بتوايب حق واحد ما زقرني. ما شاء الله العرب ما زرين الدنيا تبارك الرحمن. يلا يا أبوك توا خطفت زافة بنيات، بقولكم 30 بنية والله يا أبوكم كلهن بحجبهن وبشيلهن حجاب يعني، وبالطو كم طولة وساترات عمارهن. هالي أمسات يواجعون يقولون براك تصور البنيات، البنيات الصغار أصورهن، الكبار أنا ما أصورهن، الكبار حريم بعلمهن وخبارهن ما أصورهن، أصور البنيات. كم أنا أشوف من الحريم وعواي ما أصورهن، إلا كان شيء بروفيسور سورة وزيرة سفيرة ما علي أصور، ولا شيء أنا بلي كرام أنا ما أصور، وزيرة سفيرة دكتورة عالمة تستفيد منها البشرية أصور وأنشر حسابهن وأنشر حسابهم. إنما واحد عادي أنشر حسابي، لا والله أبوي لا أنشر حسابك، لا ويزعلون بعد، يزعلون يقولوا لي ليش ما نشرت حسابنا، ما بنشر حساب لوفر أنا، ما بنشر واحد ما عنده محتوى، ما عنده رمسه، ما عنده أي ها كان يعني خلاي. أنشر حساب حد رياضي في خيبة تنتفع الناس في رياضته، دكتور، مهندس، سفير، وزير، عالم، جنائي، مرشد سياحي، ما علي. بنشر حساب واحد يا أبوك، والله يا أبوك الحمد لله في ناس وايدين ما أطيع أنشر حسابهم، وكان زعل بيني وبينهم ليش ما نشرت حسابنا، نحن بنزعل، اللي بيزعل أبوي هكو الدرب. أنا ما بنشر حساب، أنشر حساب إذا في شيء مفيد، إذا ما في شيء مفيد لا تقول عيال ما نشر حساب، ما أنشر حساب. ولو شوفوا المشكلة مش في نشر الحساب، لو بتنشر أنت يا الإنسان حساب حد ترى إذا ما لقبول، ما لقبول من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى ترى ما لقبول، قبول ما شيء، رب العالمين ما بجعل في وجه القبول، ما حد يقدر تنشر. إبراهيم توفيج مثلا لازم بنشر حسابه، إبراهيم توفيج بنشر حسابه 100%، لكن بعد إبراهيم توفيج توه متعلم على السناب، براي هو حين يجسم السناب شرق وغرب وين يبقى على عيني وراسي، لكن عن طريقي أنا بعدني ما أقدر أعطيه الجرين لايت من عندي أو أخليه أعتمد حسابه لين يعرف طريقة في طرق للتعامل مع البشر والناس. يعني هو توه مسوي سناب، توا مسوي سناب، لكن ما يصور بنايه اكله كيكه ما ادري، هذا عادي كل الناس هم يتحرون. اللي ابراهيم اباه يسترسل في الكلام وعقب بنشر حسابه، حاليا هو مش مسترسل في الكلام، كلامه بس يوم انا شفت يعني الريموت الكنترول والبطاريه، يا انا انا الريموت وهو البطاريه، فلذاك نكمل بعض نسوي رمسه يا غير، بدونها بدوني أنا وهو ما يسوي شغل، لازم أنا عداله. هي ولا بخت عيني حين ياسا أنا فهمه هالكيت وهالكيت 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 واقتنع. هم الأساس بيني وبينك والله ما قال لي أبا يا خالد نشر الحساب، الحين العالم اللي تبى نشر حسابه عكس الناس اللي من غير، الناس اللي من غير يقولون لي لا تظهر فلان ولا علان، هذا إبراهيم العالم تبى حسابه، لكن أنا ما عليه بظهر حسابه. مش الحين أتريا يسترسل غدي عند لباقة في الحديث غدي يعرف شو يقول شو ما يقول. حين حاليا هو ما يرمس في التليفون، ما يرمس في السناب، بس يصور
يعني حالة اللي يصورون مناظر. فأنا هذا الشيء ما أباه عند إبراهيم، أباه يغدي سلس في الكلام وعنده انطلاقة في الكلام. من يتغدي عند انطلاقة في الكلام شو يقول، شيء من الكلام ما يتظهر بالعرب وشيء من الكلام يتظهر. فأنا حاليا أقتنص من إبراهيم الكلام اللي الناس تحبه، الكلام السلبي ما أظهره في حياة إبراهيم. فلذلك أنا ما أنزل، لأن إبراهيم توفيق حال كل إنسان يصيب ويخطئ، فلذلك الخطأ أنا ما أظهره، حالي حال كل إنسان. فلذلك أنا أظهر الجانب الإيجابي لين يعرف أن الكلمة هاي ما تنقال، الحديث هذا ما ينيا في الإسناد، لأنك أنت يتابعك زيد وعبيد وفلان وعلان، هالكلام ما ينطرأ، اللبس هذا ما يلبس، الطريقة هاي ما ينقال، يعني شيء من الكلام. فلذلك لين يصير ولغنا تلقين 100% خلاص. وسموها من جنابكم بس عاد حينه، غاية صلاة وبتلبس وبخلص بعين من الله خير وبنرمس خلاف، ولا بتريا مني يوصلني انت ابراهيم توني وعني والله 11 ونص بعدهم بخور ما وعدتني، يلا وعينا وحين تريا جدولنا وين بنسير وين بني، نحن وزر الله وعلى الله. انا ما من هاي يقول والله اسوي برنامج اليوم الفلاني واليوم العلاني، بنسير البقعه الفلانيه وامشي على برنامج معين، هذا كله كذب. نحن ابويا لا نمشي على برنامج ولا غير برنامج، ننزل نشوف العرب والعرب تشوفنا، وين ما هبت اذرت، وين ما هبت اذرت نمشي ابويا نطمش على المحلات والكوفيهات والمولات والأوادم والمناظر الطبيعية والزين اللي في الدنيا كله. إن أسير برنامج أنا ما بساير أبوي مرشد سياحي والله شاء الله حد، ولا أرياف لندن وقراها وبقعها وأنهارها ما شيء كثرها، ما بسير ناس شبعانة. وأنا لب ماجلان ولا بهذاك ديسكفري اسمها لي حوطي جنرال جيوغرافيك، أنا جنرال جيوغرافيك أسير أحوط أروي العرب إن شاء الله حدني، هذا كل أبوي موجود. البلدان الزراعية والبلدان النهرية والبلدان الشرق أوسطية والبلادين الاسكيمو والجليدية والصحراوية والحرية والشمسية والجهنمية كل موجود، كل هالعرب تعرف، ما شيء جديد توه طايح حلو طار توه طاير، لا 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 لا، كل هالعرب أبوي شبعانه وقنعانه وما بمحتاجين أبوي أني أنا أسير أحوط أصور هذا المتحف الفلاني وهذه الأشيارة الفلانية الناس تبى السوالف، الناس تبى خفة الطينة عيزة اللواء، لو يبون أبوي معلومات عن متحف وفلسفة زيد وعبيد دخلوا أبوي القنوات كلها ممزورة في اللي يتفلسفون الناس، أبوي تبى كل إنسان على هوا بس. عادة عليكم يا ابوكم ما هان علي ودر هالقصه. هاي قصه قديمه معروفه، يعني شوفوا هاي قصه التغليد بارك الله فيكم، هاي الاول، هاي هذا الأول. من حبيت التنقيه انزين، هاي الاول الله يحفظكم. غراب الغراب كانت مشيته من اجمل المشيات، مشيه وحده يترنح وحده وهنتين تدلع يا بوش تدلع يا بوش، هاي مشيت الغراب الاول شيء لا صار ولا استوى، مشيت الغراب شاف الحمامه تمشي، مشيت الحمامة غير نمونة بعد ميليو الخضر باميل صوبك، هاي مشيت الحمامة الأول. نش الغراب ودر مشيته يبى يتعلم مشيت الحمامة، بالرغم أن مشيت الغراب كانت جميلة قرب اللهته، قال بتعلم إلا مشيت الحمامة إيش قال تمشي، ويلس يتدرب ويتدرب ويتدرب، خطف عليه وقت، وآخر شيء صار أبوي بيجرب مشيت الحمامة ما رام يوصلها، ما رام لا هو اللي وصل وتعلم مشية الحمامة ولا رام يوصل لمشيته الأصلية يرد لها، ما رام يرد على مشيته، نساها فقير، نسى لأنه أبطأ 3-4 شهور مدة طويلة، حاول يقلد مشية الحمامة ما رام، يوم شاف وعقب أبوي بغى يرد على مشيته الأولية اللي هي مشية الدلع يا بوش، يبي يصير أبوي جده مشية الحمامة ميليو الخضر بامي صوبك ما رام يوصلها، برد بيبى يرد على مشية دلع يا بوش ما رام، فاحتار بين الهنتين فضيع مشيته ومشية الحمامة. هذه سالفة الإنسان اللي يدور في مال غيره يقل خيره، الإنسان اللي
يتصنع ويدور السمعة ويدور الشيء اللي مبله ولا بمخلف عليه لا له ولا لليدانه. الكلام موجه لمنو؟ للي مبهورين ومستخفين بالتقليد، التقليد الأرعن يسمونه، يعني كوبي بيس. لا دمي إن كنت ذكر أو أنثى، لا تقلدين فلانة أو علانة أو فلان أو علان، لا هذا له رسله وله طريقته وله هيكله وله، يعني الإنسان متين إذا سوى شيء كاركتر لمتين نكتة على متين ترى، لأنه هو متين يجيد الموضوع هذا فيطلع عليه زين. إنسان طويل شنك بن عنك كم طوله أريل طول نص الليل، يوم بيسوي حركة تليق على شكله الطويل زين، القصير هذا يوم بيقلد هالطويل ما بيضبط الشيء هذا، فبيفرط من خفة طينته الأصلية بيتعلق على خفة طينته الطويل ما يركب، هذا طنطل طنطل طول نص الليل مو يروم له. هذا حب التصنع يسمونه، التصنع غير مقبول أبدا في الكون، منبوذ راعيه فارط من السجي، لا هو على السجي ولا هو على التبر، يتباري على السجي ولا على التبر، منو يرومي باري على السجي والتبر؟ جليل يبال واخذ كبار اللي بارون على السجي والتبر، ما بواحد توا مبرج بيباري على السجي والتبر ما يروم، يا هني يا هناك واحد من الاثنين، تتعلم شايتين ما تقدر، بجراحة عيون وجراحة مخ وعصاب في آن واحد، أنا بوش ومخك أنت ما تروم ما تروم ما تروم. راعي المهرتين فاشل، راعي المهرتين فاشل ما يستوي. وهذا منو يكون يسوي هالنمونة؟ مش مقتنع بنفسه، ما براضي بعطية الله، ما براضي باللي الله جاس منه له من حلال ومال وأولاد وخير وسعة في الرزق وسعة في الحلال وسعة في المنظر وسعة في المخبر، الله عطنا هذا كله ما يباه، ما بساد دنها بلا ما يباه، يباه ويبى يطالع اللي عند الغير، يبى يحتوي الدنيا هذه كلها، ما تروم أو ما ترومين، ما يليج في العقل لا دمي قد يقنوع باللي الله عطنا وبس. الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد رب العالمين، هو اللي مجسم الأرزاق، هو اللي يعطي كل إنسان شخصيته. هذا الإمام شخصيته غير عن فريد شوقي، نجلاء فتحي شخصيته غير عن هايش يسمونها بعد ماري منيب، كل إنسان له شخصية. يعني ماري منيب أحب تعرض عمرها أنها خفيف الدم وملكة جمال، ما يستوي، فرق بين الثرى بين الثرى والثرية. فهذا اللي يسمونه فرط ملشيس والقراطيس، هذا اللي يقولون عنه، ودر أبوي مشيته، وهذا أبوي هو غراب البين، غراب البين وله قصة طويلة، غراب البين بنخبركم عنها فيما بعد إن شاء الله. يا أبوكم ما رمت أكمل شغلي قبل ما أخبركم عن هالقصة، قصة الغراب ومشية الحمام، بالرغم أن كل حد يعرفها يا أخي سبحان الله، يعني بغيت أزيد الوادون ما يعرفون يعرفون المعرفة. يلا ما الله، والله نحن في عزة ويا العزيز الغالي هذا جمال الشعفان نتذكر، سبحان الله انت تنذكر في فرح او في عزة. خالد يبا يكتب شو تكتب شيء ما روم علينا ما تروم علينا ايه ابوي طاح رطول منه خلاص ايه الحين في لندن الله يوفق الرجال طيب محبة الناس بروحها ميزاني كبير يعني هو مستعدين هنا عديبه يوم التياهل ان شاء الله لا 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 تدري بتعديبه عديبه يوم عرس نهيا عبد الله زيد لا 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 نهيا بن مبارك الحين نهيا نعم اخر عرس منو هذا ابو محمد يا بالخير نعم منو هذا هو ابراهيم جمعه نعم تو يتكلم عن ماضيه ماضي الله الله يبارك انا ماضي طق هذا ماضي هذا ماضي جلكم هاي الحرمة ما يدري شو تقول قالت شيء وايد لكن أظني في شيء مبزيل.
خالد الخالدي. I don't understand what you're saying most of the time, but yesterday my friends were showing me your Snapchat and there were like so many Emirati guys. Can you like add their snaps or their names at least so that like we can know who you're talking about and who they are? شفتوا بلعيتهم قوام اكثرها؟ تلوموني فيهن؟ القواه برع 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 البراع عليه في الدنيا كلها فيهن. هاي مكلمات ربيعتن ومخلياتنها تكلمني، هاي ربيعتن اظني تدرس وياهن، دكتورة عندهن ولا نرسة في المستشفى لأمهن تتعالج فيها، وقال يبن أرقام الريايل اظني والسنابات. شوف القوام أكثرها تلوموني؟ تلوموني بالله عليكم. خوز انا ايوه معلوم انه مدير مال اول لكن فنان لك جديد والله انه ما طاحتني اول مره النار وين اليوم اليوم حتى اليوم ما طلعت تطلع ايوه جي لازم جي ايوه 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 فنان ولايتي رقم واحد يلا هي الصليج مكثرة اليوم عاد ابو بكلها نظفوا حجرها باجي اللي حجرها فيها انا اخر واحد يظهر من الفندق انا دي شو اسوي دين يعني ابراهيم ما شاء الله عليه وايد تاخرت ابراهيم اليوم انا تاخرت كالمعتاد شو انت دوبك تاخرني انا اي والله الله بعد اي نعم يا ربي يا ابراهيم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شفتوني اليوم غادي اليوم اليوم عاد ايوه ايوه يا سلام سمعتم الثلاثه الكوكباني الحين باجي واحد حق مكمل واحد المقطع يظهر في الصور شوف عمرك ابراهيم ابويا حافظ عليك ابراهيم ما شاء الله ما شاء الله شوف الالوان الفاتحه وايد جميله عليك الالوان الفاتحه وايد جميله حتى عطت لك حجم اصغر والله ابراهيم يلا انا بون صغير ها من اللي بون صغير الحمد لله انا قدامك منظره وتعرف عمرك تدروب ابراهيم وين؟ ابراهيم تحت وليش طالع عمري؟ تدروب ابراهيم وين؟ ابراهيم تحت نسيت البس هاي الربطه وتذكرت شدني ظهر خاري ولفحني الهواء في وجهي مشيت عاده تسربلت ويت مطاعم الصدفه تكون جميله يعني خطفنا تشيسيد تساري مكان معين يوم وصلنا ابوي في طرف طرف سلفرج جينا مطعم هذا عيبنا شكله من برا يوم دخلنا ولأن أشياء جميلة أشياء زينة الأخ الحبيب إبراهيم تسمت وقال لي أنت تطلب عاد على هواك اللي بيوزلك بيوزلي هنا طلع مخبز وكل شيء فيه كل شيء عنده خلق الله ما خلق داخل طلبنا نحن أشياءنا اللي نحن نبغيها طلبنا من هذا وطلبنا من هناك تنقينا من غير الصحون الرئيسية بس واللي فيه الله واللي فيه خير الله بيجنب هاك المخبز هذا اللي قدامنا اللي قدامي انا ورا ابراهيم تدري شو يا ستبوت هاي اظني هي رايه المطعم تقول حق ربيعته هم من اصول لبنانيه تقول حق ربيعته بيقهرني اللي بيجي يطلب له شيء باوندين باوندين او انزين ويقعد له ثلاث ساعات ليش؟ كانها سمعتني لا لا المراد ثانك يو زين ف متضايقه الفقيره متضايقه من اللي يطلبون يصيرون الكافيهات والمطاعم هاي يقول عليهم عليهم ابويه اجارات عليهم اشياء وايد اللي بيجي يطلب شيء باوندين وتسمت على الطاوله ثلاث اربع ساعات يوم بي ودي ثاني ما بيلسونه ليش يقولون الطاولة والله فاضية المحل فاضي يقولون لك فل هي بيقولون لك فل بالذات انت بيقولون لك فل لانك اولا ما تبهنس وثانيا بتيل الساعتين وثلاث واربع وبتعطل الطاولة بتقطع رزقهم نصيبهم وهو هذا موسم عندهم الضحى ولا العصير ولا مغير بان بيفتحون بويتروي من العرب تترزق الله وانت تبتي وتتسمى كم من ساعة لجل تدي باوندين لا يا ابوي يبون ابوي حي الله من زار وخفف
حي الله من زار وخفف بتجلس على كوفي في مطعم اجلس 5 دقائق ربع ساعة نص ساعة تسويها برزة تحجز الطاولة وتجيب لك يميع الشلمبية مداويخهم وما فضل عنهم وتجلس تحجزون طاولة حش حرام لا يرضى لا الله ولا رسوله. شو رأيك إبراهيم؟ كلامك صح يا رك الله. هذا الريوق وصل هذا وتد green omelette. Hey. That's scrambled with the cheese and mushroom. Uh-huh. And that's a cheese platter. Thank you very much. Thank you. تعالي على تعالي برمشت انت. سلام عليك. تعالي عدالي. تعالي عدالي. سلام عليكم. أول حبيني. أنا شو اسمي؟ الخالدي. يا ربي خلي مازين اسم الخالدي في فم. حبيبتي شو اسمك انت؟ شمس خلفان والله مليون والنعم شمس شمس ما شاء الله ما تاش تبارك الرحمن ما زينك شمس ما زين اسمك يا شمس اسمك اسم شيخات يا شمس هلا اسم حافظي عليه وايد مهم هلا اسم غالي عند العرب كلها يا شمس حملي على اسمك لازم تغدين ناجحة وفنانة وشاطرة ومميزة ومدينة شمس غدي ناجحة ومميزة ومتفوقة في كل شيء اليوم يوم شو؟ الهي يا ربي سلم الهي يا رب ماما تخلي اشتري لعبة واليوم الهي في يوم اللعبة تخلي يوم الهي تخلي تاخذين اللعبة قولي يا ابوي حي خالد ما شيء يوم الا كل حياتي يوم الهي خليه كل يوم ظهري ما وراها ودونها خليها ابوي تظهر هالبيزات كل قولي هي كل يوم لعبة كل يوم لعبة زين يلا حبي مرة ثانية لا with big cup لا 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 هذا ريوقنا اليوم من هالدكان من هالمطعم قصدي هذا أجبان مختلف أنواعها وهذا جبن مبشور ما تقال ويا بيض وما تشو مشروم وسلطة شويون وهذا بعد شيء منقير هذا اللي أنا أحب دوم الكيل مراوكم إياه كم مرة هذا هو بداخل العافية يا إبراهيم بداخل العافية محمد حبيبي كبرك أول بعد شو اسمك؟ سير لا اسمك الكامل كيف حالك؟ بخير أنت؟ بخير أنت؟ أي صف؟ ما شاء الله متفوق ولا شوية؟ متفوق ولا عادي؟ يعني علاماتك زينة ولا ميديم؟ أكيد زينة هذا ابو ابو خليل وانت تلاقيت ويا ابو محمد وهذا انت وهاي بنيك وهذا ولدك شو اسمك انت فارس فارس يا ربي ابو فارس انت والله والنعم وانت والله والنعم مرحبا انت من دبي والله والنعم ما زين للحمر يوم الربسه هداها ابوي لعن القربان وما ادراك ما القربان سيدنا نوح عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى هو قومه من الطوفان مثل ما تعرفون سيدنا نوح يوم الله نجاه هو قومه حمل من الحيوان من كل نوع اثنين جوز من كل نوع جوز من كل نوع جوز لجل انه يحافظ عليهم من الانقراض انه ما ينقرضن والله سبحانه وتعالى سخرنا شلهن وياه في السفينة وفي نص الطوفان والبحر والمياه والهويات أرسل سيدنا نوح منه الغراب قال له سر طالع وين أقرب بر لنا وين أقرب بر نروم نرسي عليه عسى بنرتاح أبطوا هم في البحر سيدنا نوح عليه السلام حمل من الطيور من كل جوز اثنين من كل جوز اثنين وحرم عليهن التزاوج طول ما هن موجودات في هذاك الوقت على ظهر السفينة محرم التزاوج الغربان كانت وايدة على السفينة كل الطيور من كل جوز اثنين إلا الغراب ياي هو أربعة وايدين ملاجيف يا وركبوا شو السبب ان سيدنا نوح عليه السلام أمر الغراب سير استكشف شان شي قربنا شي بر نبي نطرح عايزانين من السفر طرش الغراب لأنه قال أبوي سار وما رد
كل واحد منه ما بمهم شلجله، لان شيء البديل، البديل وايد. ان سار وما رد نفاد العين ما شافته. والغراب وقت السفر عصى امر سيدنا نوح عليه السلام، فمارس عملية التزاوج اثناء السفر مع انثى الغراب، فلذلك قال هذا عقاب له، ان سار وما رد العين ما شافته، ونحن عندنا البديل. فلذلك سموا اسمه غراب البين، ان مطرشينه يتبين اليابس، يتبين السيف، يتبين البر، هل ان البر قريب ولا بعيد. ومن سار ما رد، فاطلق عليه غراب البين. الغراب يوم سار شاف جيف فطيس وقع عليهن، ولا الحمامه يوم اندبها سيدنا نوح يت وياي بغصن زيتون وريولها فيها طين، فعرفوا ان البقعه حفت وخاز عنها مطبوي الطوفان. فساروا، سار سيدنا نوح حوه وقومه والحيوان اللي وياه، وبندروا في هايك الارض، والله طرح البركه في الحيوان والبشر من هايك الايام. وهذه قصه غراب البين اللي ابوك نسى مشيته ونسى مشيت الحمام، يوصل مشيت الحمام. Excuse me, for who all these orders? For who? Excuse me, for who? There is strange names. Hassa. Allah, Allah, Allah. You write for one guy. His name is Rashid. I did few. Yeah, today. Today I don't remember. Or yesterday. One girl. She. I did few, Rashid. Hey. والله شوف اليمعة هاي كلها على إبراهيم، شوف اليمعة هاي كلها على إبراهيم، سوين عليه حلقة. شو هذا؟ إبراهيم منو هاللي وياك هالكذا رده؟ هذا هايل، هذا هي زين، هذا محمد علي النعيم، والنعم داوم عندي هايل، الرجال معه علي سيف، محمد سيف النعيم، والنعم شفته؟ هذا وهذا وهذا هذا منو؟ محمد سيف. قول والله الله غربك مال عنب، وكلكم فنانين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا عاده يا ربي لقن جواتي لقن. تبى فيديو ولا كاميرا؟ لا كاميرا زين. أخيار؟ ما سوي فيديو؟ لا زين قول تشيز. جماعة خالد، خالدي محمد ويا سلطان وخليفة وعمر. وليش ما بطلت الفيديو؟ بطرش لك، بطرش لك. احلف احلف انك بطرش الفيديو ان شاء الله. قول والله والله ان شاء الله. شدوا عليه الخاص. يلا يا ريال، بس عاد بس بس يا ريال، بس من هالتصوير، بس من هالتصوير بعد. وليش يحيس رقبته؟ انا ما ادري ليش يسوي. على حسب الكاميرا خالد حبيبي. ابو هامي السلام عليك، كيف حالك؟ هاو ار يو ماي براذر؟ الحمد لله. والمر هاو ار يو؟ يا مرحبا. جود مورنينج. الحين جود مورنينج؟ هي الحين تعست وليل صدق. خلصنا عشانك. الله يسلمك. شو حال؟ هلا اخوي مرحبتين. هاي خالد رقم واحد انا. زين انت منو قبل؟ انا بقيش. بقيش اللي عندك الاسود هنا. زين دخيلك نبغاك تعزم الريال هذا. هذا؟ اي. انت وين سيدي دايت ولا شو يبغي لك؟ لا انا ابغي حق الاسد العود. اذا بي انا هو اول واحد قدامي، انا بدونه ما ايه. لو تنطبق السماء على الارض. زين. شئت ام ابيت؟ ما في مفر. ويا ويلك ربك بحاسب. لا شو ما اسوي شيء وهاللوازم اللي تقول اسود وتروحهم؟ لا لا. مرحبا استاذ خلفان، كيف حالك؟ كيف انت؟ شفت شفت هالشاب الفتان هذا يقول ايش اللي يسمونه ابو عيون فتان هذا؟ انا دوره. شوف هات العرب كلها بحلوق الا العيون. وين فتانه بحلوق؟ كيف حالك؟ الله يسلم. كيف انت؟ هاي منو بطلع قياس تصورنا؟ هاي هي. هاي ما صورت تراني. هي احياء اصور جنا. بس خلاص بس حسنا هالكاميرا. هاو ار يو؟ اوكي فاين. يس هاو ار يو؟ اي ام فاين. وات اباوت ذا بزنس؟ اوف كورس جود. This is one of the best fragrances ever. You guys should all come down and try. زين.
ممنوع. الحين انتم شيخات انا ما اشوف في ايديكم خرايط. والله كلكم خدتوا؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم. انتم الحين كلكم هل انت من وين ابوي؟ دبي. انزين وانت؟ وانت؟ ما شاء الله الله يحفظكم. الله يحييكم. جماعية. وين كلكم ظاهرين؟ ظاهرين ظاهرين. يلا تشيز 1 2 3 تشيز. ابراهيم ما حد سوى تشيز، تعال ويانا. ما بت ايوه رقم واحد. اه الله الله الله. شو اسمها صغيرونه؟ شو اسمك؟ ريحه يدها اكل. شو ما اكله؟ يا ربي يلبس مكثرة ما تباري بوي. هاي هاي تعال انت. هي هاي غاوية. الله الله كان هالعوب. تعال انت تعال بثرمة. شوف حاله. هي بثرمة ونصلع. شوف ما بيع بثرمتين. الله يسلمك. هي يلا ولد لو بنية. ليه ما شفت الشعر؟ سامحيني. شو اسمك؟ فاطمة. اوكي حبيبتي. من وين فاطمة؟ اماراتي. من وين؟ زين زين يلا. ما دان اللادم اللي يوم يقول انا بس بصور وبلاني ما صورك. يلا صبر. زين اقول لك هذا منو؟ ما يبغى يتصور. صورت عاده. سيف بن سعيد السماحي. والله والنعم. تعرف هذا منو؟ ابو توفيق. يا سلام يا سلام يا سلام. شو الغريب فيكم؟ شوف انكم انتم متشرين جميع الاشياء. نعم. انتم الشباب الوحيدين المتشرين. هذا نحن نتشرى. شوف وعادة كل الشباب اللي نشوفهم ما حد شال شيء. كلهم بس اللي يدزون هدوء. نحن نتشرى ونهدي ويهدونا بعد. يا تستاهل كفو. هذا منو بالله عليك؟ مبارك من عبد الله الكبيري. والله والنعم. وانا ناصر اخوه. والله والنعم. هذا عامر. والله والنعم. هذا غني عن التعريف وتوبيت. هب العود هذا عاد. مرحبا مرحبا يا ابو محمد. علي المزروعي لاجنك في الله يرحبك على فضله ولاجني لاجنك في جاليريا زوما زوما هي هي وخلاف انتم ومن انا ويا هلال بن محمد ناخذه ومن شوف سبحان الله متواجدين في ابو ظبي وتلاقينا في لندن والله ايش قايل الدنيا صغيره الله يحفظك هربيعكم وياك منو هالرجال فيصل فيصل من البحرين فيصل سلام عليك ايش حالك الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله عليك يا فيصل. فيصل معرسه؟ لا والله تعبني ابوسك من ابو ظبي يدور حرمه الحين يعني ابوسك من ابو ظبي شرف يا هي خذ وحده طولك ما بنلقط. علي المزروعي اخ وصديق عباره ولد شحال هي والله انك ولد الله العالم شحالك لا خليت منك يا مرحبا بالمعرس يا مرحبا بالمعرس معرس ابوي عند حرمتين هبله وحده ولدين الله يبارك فيهم طبعا مصغروني عدالك الحمد لله انا ابو طول ابو جه سمو شي الغرب وانا تاب في النصيفه اقول لك علي بس لك علي 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 ابوي منو هذا الرجال؟ هذا طال عمرك حارب بن محمد بن عمير المهيري هذا يته مين؟ يته يته بنت حارب بنت حاضر بنت حاضر يا رتنا يدك ابوي لو تسخن الملحار اجسمت بيننا وبينها يا ربي ونعمل ييرة والله يرانا كلهم فيهم خير يا غير غير يدك غير نمونة وهذا الخنيزي منو هذا يا الله يا الله يا الله يا الله شب هذا 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 أخو باكي مين أخو باكي سا إيه ما شاء الله عليه الله يحافظه إن شاء الله يبارك فيه أبو توفيق مزين بدو كش مزين إيش حالك الله يسلمك شو اسمك الحين مبارك والله مليون مرحبا مليون مرحبا بالعريس تعرف صحيح تعرف الله يحفظك يسلم كيف انت؟ وين سكنتوا في لندن؟ والله ساكنين في مربع مربع ايه في فندق لو شقه؟ لا في ايه مبسوطين؟ الحمد لله زين البلاد؟ تعرف ابراهيم تو؟ من عشر ما جيتوها؟ ما شاء الله ابراهيم تعرف من قبل ولا من جديد؟ والله هي اللي تقول مسوي عمره ياهل ولا حتى حد يعرفه كل من سألناه قال أقول أنا طايح أبوي سنة 95 هي يقوله ولا متخرجين في أول دفعة في جامعة زايد جامعة العين يقول أبوي نحن دارسين وياه يعني نعم يعني عبارة أنت طايح متى في الستينات يا رب الله يحفظك
شوف عاد ولد عمي ما شاء الله متوثج تحت هذا مال الفيرمل صوف جاكيت وانت يقول مش برد صدقه لا لا متوثج حسبتي ما ياسه البرد كلام حتى انا ها شوف انا كم لابس كم ترصص على الله يحفظك صبح خلني ارمس الحين من الصبح يا ساره مسويه فريجه بلاك ما قلت لي هاي العيالي وهلي حق ابراهيم ولا شو دراني واسمع حني رمسني ويغامز الفقاره يقول خف عليه خف عليه خف عليه ما دريت الله يسلم ويحفظها بالشاي ليش تسوي من غير ما تشاور انا لا انا شاور يوم اصور لا 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 والله لا انا اقوم صوتي اياه ما هاي حياتي هاي حياتي 24 ساعة مسجات لا كلام الدكتور انت يا مساعد الحين الدكتور قبل شوي القصاب شوف شوف والله العظيم ايه الدكتور ايه دكتور سلام عليك ربيعك اقول لك ما يبي يتصور نعم ما يبي يتصور ما ادري به الله يحفظ الكاميرا الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظك مرحبا علومك طيبة طال حالك كل شيء زين بخير انت مبسوط يوم شفناك كل شيء بخير يا لك يا مرحبا تسلم مرحبا هذا حمد بن محمد بن حمد يلا مالا صدوا ياي اي شباب ها اقول لك انت ما سويت خير فيني تراك والله ليش الوالده شافت حاطه هاي حروف بالبلدون ايه قال لي خالد خالد يستعمل عند حمد التي بنه التي بنه ايه ابيك الناس في البيت ما عادي هاي مال سجام مكحه قال التي بنه خالد مكحه لا والله الا زينات فوق عن الزينات زينات ولا زينات والله فوق عن الزينات هاي اللي وياك منو انت الجماعه هاي منو اللي عندك مبارك بكرا والنعم فطي حارب الفلاحي والنعم تكلمك راشد بن حليس والله مليون والنعم الله يسلمك بعد ما سويت فيديو حق اصبر بن حليس علي شي خصك انا فلاسي فلاسي ما شاء الله بن حليس وايدين والله مرحبا بك وسهلا يلا مع السلامة يا شباب ما لا مع السلامة يا ابن حليس رد السلام على ربعك وياينا الفندق أولا بنصلي المغرب والعشاء وثانيا سويدان حرقوص يتريانا مفروض يجينا سويدان الساعة 2 الظهر شوفوا وهاي عيوبة سويدان تواعد الظهر ييك عقب العشاء ما ييك العصر بعد سويدان حرقوص سلام عليك سلام شي بوصلك كيف الحال ترياك متى نحينا موعدنا الظهر الساعة 2 3 ويايلنا عقب الموعد بخمس ساعات ليش هاي مواعيدي ها انزين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وسهلا زايد زايد شو لي ها قل نعم نعم تعرف هالي ورا منو هالي صاجع هذاك هذاك هذا ما تشوف سنابر للأسف كيف حالك حبيبي زين كيف انت الله يبارك فيك يحفظك يخليك ان شاء الله ان شاء الله يبلغنا فيك اول بادي خريج ومن التالي معرس شو رايك زين زين هاي منو وحده انتين ثلاث هاي كم الجاكيت البيت هذاك جاكيتها مع المخبرين منو هاي منو خالتي وهاي امي قول والله امك فنانه زين وهذه خالتي ما شاء الله ما انت تنتمون الى اسره كلها زينه الله يحفظك يا بايثا تعرف ليش احتسنت فيه لان حرمه خاطفه منك وما نبغى نصورها شو رايك انت زين شو رايك في التصرف الفنان ولا لا الحمد لله زين باي صف انت انا ثامن ما شاء الله عليك الله يحفظك يخليك ويطرح البركه فيك وفي هلك وامك وابوك وكل سويدان حرقوس نعم ياسا صورك الله يسلم زين هاي الخبيصة الحين وين جاية؟ عند عرب عرب عيونهم سود مطرشة زين الله يطول عمرهم يلا تعرونا افتح ابو ابراهيم وبالعافية هاي ابوي الخبيصة ينقال عنها الخبيصة المستعصدة الأولية مب من الخبيص هذا اللي يدردر شرات الرماد لا يعني الخبيصة المستعصدة ها تروم تدلجمها وتروم تبثها فلذلك هاي أبوك حالها وحال المأكولات اللي يعني صاروطية الشيء الصاروطي يعني أمنه
ما ودك تصرفها. هذا مش شيء اللي يلوتون 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 في اللثم يلسون يتمطعوا بساعتين عقب أسرطونه. نعم الله يطول عمرك. آمين إن شاء الله يا رب العالمين. ها 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 توك ما تبع. لا صبر خلني بشوف إذا صراطي ولا لا. ها ولا هو صراطي صاروطي صاروطي. شو إبراهيم أقول من زمان ما أكلت خبيصة هالشكل. إيه والله ظهر من غزر مال. إيه والله ظهر من غزر مال. اللي حتى يبوك حشرة الدنيا حش خنينة. ها خنينة قول ما شاء الله عليك أنت كبر. إيه ظهر من غزر مال أبوي. وين وين هي من غزر مال. غزر مال بسم الله. لازم لازم أتكلم سواحلي حق تفهم لي. لا دراني أتكلم سواحلي هاتني مترجم حبيبي. والعلاقة يوم الخبيصة يوم تي في طرفها شوية علاقة حراقة صغيرونة. يا الله يا الله اللذة في الدنيا ترى كلها في علاقة الخبيصة. في علاقة الخبيصة يوم تي الخبيصة شوية علاقة فيها لاحقت انها شوية ضوء حريج يغلي طعمها كل روح الخبيصة في كفه والحراقة هي في كفه. افترت شي شوية. ايوة خليك النمون تعال جداي شوية. شوفوا اليوم عندنا منتجين. هذا منتج واحد الحين بخبركم الشو وهذا المنتج الثاني. هذا روب مالهوش يوجد في كنته يا سلفرج. روب اللي بي لندن ما بيطعم منها الروب مال الهوش مال ماعز ما كأنه يا كنتي يا لندن. شفتوا الروب اللي شرات اللباني غدي طعمه. هو ما يصلح حق اللي يسوون دايت ابو دايت لكن اللذ ليه في الكون كلها فيها الروب. اللي بي لندن ما بيطعم من هالروب ما كأنه يأ. لازم تسوون عليه كابتشر وتاخذونه منه. روب في منتهى الروعة. ما ادري بها شركة منو ولا اعرف منو لكن هذا شيء وايد زين. رفع الجداية يا الله مدوي يشتغل دور هاي. هذا الشيء الثاني. هذا لا هو خنفروش لا هو القيمات لا هو فقاع لا ما ادري وين يبيعونه. هذا واحد من الدريسات تبع عاطني منه في سلفرج جاب لي اياه ماخذ من برا ما ادري وين عاد المكان لكن هذا هو عنواني. عندهم شيء لا هو خنفروش لا هو القيمات لا هو فقاع ما تعرف له لكن اللذ اللي في الدنيا كلها فيه لكن لازم طريقه اكله اكلها مره واحده ولا ترمس ولا ترد السلام على ولد امه وابوه. حاف ده في دهن ده همك الله ده هم يحزنون اللذ اللي في الدنيا كلها فيه. هذا هو لا تقولوا ما قلنا لكم ما ادري عوين يبيعونه لكن في من لندن ميوب اللي ميون عاد اربع حبات من البخل اللي فيها الرجال بس عاد. ونحصل صحيحات من هالنمون فرادة روحها. صحيحات روحن ها ها ابدا ما يبال دق طبول لا تسوي له خاب وطاب. رفع الكاميرا جل وجهي لا يبال واحد واثنين لقمه ويقمه ما بخاشوقه ها هاي تاكلها ها. قبل ما تصرطها تختل ختله بعد يقمه ثانيه لو بيزقرك يدك يظهر من المقبرة ما توايبه وانت تاكل هالشيء. شيء يطول العمر يا رب البيت والحرام. شيء لا صار ولا استوى والله يا ابوكم ينه ما يهون عليك حتى تصرط هالسحم زينها ويوم بالاخص ويا الروبه روبه الهوش حدث ولا حرج بس عاده. يوم السبت ولا الاحد اليوم اللي نحن بنوصل فيه عقبها بيوم بيم الدمام صاير يتكشف الدمام. ليش ما تبي تصور وياي انت ليش ما تبي تصور؟ ليش؟ تعبان. هذا منو؟ هذا منو لي ويانا؟ منو أنا؟ حبيبي. طول عمرك يا أبو. عمرك إن شاء الله مبسوطين. نعم إحنا مبسوطين. يا سلام سلام. أنت من هالعين؟ نعم إني من هالعين. يا سلام يا سلام على وشرة هالعين ما زينها. يا الله يحفظك. طول عمرك يا أبو محمد. يا رب الله يحفظك. رب تقرب. وين أنت؟ كم من يوم أنتم موجودين؟ اليوم أصلاً أدورك.
قلت بضحك عليك. نعم اليوم واصل. قبل غير الاقي محمد قال يروح. الحمد لله الله كتب لنا نصيب وتلاقي. الحمد لله الحمد لله. يبدأ ان شاء الله. والاسم ويانا يمشي. ها الاسم ان سويدان حرقوس ويانا. انت الحين عبارة ويانا الحين هو؟ لا من يوم طلعنا وهو على قرقر وقرقر. الا الاسم اسم ويانا. ابوي سير ابوي وين جيت بارك الله فيك. انت الحين لا اسم احنا ما بادلنا وراك الا السمعة. شو وراك من الفائدة حينه انت؟ من ظهرت وانت تهتر بستة الف. بس عليك يا رجال بس من التهدريب. بنا ناويين نسير نايس بريدج. ابراهيم قال نحن حمينينا من اسبوعين يا خالد وكيف يعني ما بتودينا الحديقه اللي هي مثل ما قلنا على فارق طيب وحين سايرين بابوي هاي الفنفير اللي تحيدونها تفتح من سنه لين سنه من سنه لين سنه تفتح ونحن الحين ودينا ابراهيم يتكشف نحن نكشف عمارنا ونكشف ابراهيم ويانا كلنا ضربه. العام جيناها نفس هالوقت والسنة هاي هالوقت الحين تريقينها. العام بغير هالوقت موت برد برد اليهد كان برد النقاز موت موت. بس الحمد لله حرحة شوفها كل الناس عرفت لها تظهر يتم قرصة البرد. الحين الناس تستبرد هالليين الناس تعد من الضحى نحن بندخل الباب هذا بندخل الباب هذاك أكثر عائلية يعني مثل ما تشوفون السواد الأعظم كلها حريم وبنيات. وهذا بندخل من الباب هذا ها وبنظهر من الباب الخلفي بنتمشى شوي وعندك ودونك بنتوكل على الله. هاي اللي تشوفونه كله مال عام وعام الاول واللي قبله نفس الشيء. اذا بتردون على اليوتيوب مال تسجيل العام والعام اللي قبله نفس الطريقه. هذا كل سنه يسوي نفس الشيء عكس عندنا نحن في مهرجانات اللي عندنا. نحن كل المهرجانات اللي في دولة الإمارات كل سنة تلقى روح جديدة وديكور جديد وشيء جديد كله في تطور وفي تحسن. هم عندهم الأرضيات هاللي تشوفونها هن مالات العام. الديزاين هاللي تشوفونه هو مال العام. نحن مثلا مهرجان الوثبة اللهم لك الحمد ما شيء سنة يشابه اللي قبلها. كل سنة أخير عن الثانية وكل سنة أجمل وأشيك وأنقى وأشياء فعاليات أكثر. هم لا نفس الشيء هذا حمدون وهذه خلاجينة من عرفناهم هم هذا هذا هو كله غيره ما شيء حلو زين لكن يعني ما يسوي شيء جديد عندهم ما شيء يعني شيء اختلاف من العام بالسنة هو العام هو مال السنة. نحن لا مهرجاناتنا تبارك الرحمن مرصود لها يميع الميزانيات بهايك الحكي. فلذلك كل سنة تلقط شيء جديد وشيء جميل وشيء يختلف عن العام. هذه نحن فلذلك نحن بلادنا تختلف عن كل بلاد في الدنيا العودة. ما زينها هاي علي وهاي عمات كباري مبات صغارية. إبراهيم شو رأيك؟ شو بويا؟ نسير لها هاي؟ لا أنا ما أصير. ليش؟ هاي بوي تروع. والله يا ابراهيم ما تروح. لا والله تروح. والله كل حد تنهد. لا ما بتنهد يوم الله يكتب انها بتنهد تنهد لا بعد الله ما قال لك حق عمرك في التهلكة. والله يا ابراهيم انا زين. نو 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 بليز اي كانت. لا حول ولا قوه. ها نسير او انت؟ لا وانت الثنين يلا لا بنسير ثلاثه اقنع ابراهيم يلا 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 صور ويوكل لا تحت الا شناط والجواتي شناط الجواتي. انت من اهل الكويت؟ اهل الكويت. زين وين ايش عفتكم عندنا ابو ظبي؟ انا ابو ظبي. ابو ظبي؟ هي وين عرفتني؟ وين عرفتني؟ في احد ما يعرفك؟ والله وصلت المكان يا سعد حظي يا سعد حظي بالتابعين اللي بالكويت يا الله يحفظ الله اشوف الشياكه والاناقه شيء فائق الخيال. الله يحفظك ويبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. سلمي ابوي كل من يعز عليكم. نحن نعشقكم ونموت فيكم ونحبكم يا اهل الكويت. الله لا خلانا منكم. امين يا رب. شين ابراهيم في هذه الحين ما بطايع ابراهيم وافق على شو ابراهيم؟ وافق على القطار هذاك اللي فوقه هاك العود من الناس. الحين هذا يشغلونها ما يندرى على شو يستحي. هاي شرات المريحانه بيكون.
اكبر نحنتين. يا الله لو فيها روبة كان صلحت. ابراهيم تبه هذه ابراهيم 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 تبه هذه. لا 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 ها انا بس القطار فخر ان شاء الله ان شاء الله. هذاك القطار ما لقطنا زحمه بنركب فيه ولقطنا زحمه ترى لا حول ولا قوه. ابراهيم والله اني اتحرك تمزح يوم قلت لي بطيب بطيب بسم الله اقولك اتحرك تمزح يوم وافق. حليل بعد هاتهم جايين ما في عينهم قطره. يلا غاية حينه تخيلوا تلفوني يطيح ابو محمد. لا ما بيطيح بطاح عادي يطلع عليك صح؟ لا 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 فرحان تتصور؟ نعم يا ابو زين ما زين. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. حرقوس انت بخير كلها. طرف نزل ابراهيم رقم واحد. ها شو الاخبار؟ اخوك ليش ما يبي يصور؟ تعرف معروف ما شاء الله عليه هو؟ ايه معروف الشباب كلهم يعرفون هني ويدرون انه جاي هني. ايه وهذا ابراهيم. تعرف ابراهيم؟ اي نعم اعرفه. اقول لك هو ما يبي حد يدري انه هو هني. ايه الحرمه ما يبي الحرمه تدريبه. ايه وحين الحين ياسين صبرهم ما يدري. ايه ما يدري ما عليه ابراهيم. خله يوم شو اسمه؟ علي المهيري. علي ليش ما تبى تصور؟ ليش ما تبى تصور؟ مو حد يشوفني غيرك. زيش علي اسميك ما حد شافك لين الحين. وايد انت هذا ابراهيم. ابراهيم منو هالي وياك؟ هذا اخوي وصديقي سلطان البلوشي. بعد انا ابوتي في كل البلاد عندك اخوان ما شاء الله. اي غفر الله هذا ما بهين. زين الحين اول بادي اريد اعرف انتم منو. هذا مال اغاني مهاجر. والنعم وهذا الرجال منو؟ هذا 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 ها؟ وهذا وانت؟ عبد الله بن عيسى المعلم. والله والنعم. وهذاك منو؟ أربعة تيد. أنتم ثلاثة كم توكم أربعة؟ ولا واحد شرد؟
هذا واحد تعال يا ما بره وصبرك ورا هذاك. ايه انت منو؟ عبد الله. والله والنعم 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 بسنيده. ايش حالك الله يسلمك؟ خير وسهلا. ايش الامور؟ طيبه؟ طيبه نعم. نكملكم من يتو؟ والله من تاريخ 12. الا من زمان؟ زمان نعم. ايوه ما شاء الله. الشباب وياكم؟ والله شباب امس جاي قبل يومين جاي شباب. زين 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 زين. شو ما زين هالمكان هالقاوي. ما صورت حتى ما صورت. أقول لك مشغول حتى مو معبرنا. معبري ياس أصور البربل. ياس أصور البربل. هيو يا ربي هذا رؤوس الشياطين جوتيج عليه. بسم الله حقك الإيميع الأسيام والبراقي والدنيا. حليلكم وين يا آيات؟ ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. ما زين لشنيطتش هاي يسمونها كلاتش لو غيرها هاي كلاتش كلاتش صح هاي كلاتش ميني باك حليل. نحن ايه لندن عشانك. ليه قولي؟ والله والله من سناباتك. ليه تقول تستاهل لندن ولا لا؟ العشق لندن غير. إيه والله. لندن غير لو تدور الدنيا هاي العودة لندن غير. يا الأناس إبراهيم خرب الله إبراهيم ندور العروس وين بنا القط العروس بيحصل إبراهيم إيه إن شاء الله بيحصل. إيه والله عليه طلب حين استوى فيمس. اوكي بنات اليوم يا ربي جنني جنني جنني. ايه يلا سوي صوره ابراهيم. يلا الحين لازم انا اصور شيء 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 هذا اصوركم شيء وراكم. اكيد ما تبغى تصورون صح؟ والله برايك انت تبغى تصور صور عادي. دي لك يا ما اقول لك لا دي ما عليك. انتم وين؟ من دبي طول عمرك. وانت ابوي؟ من دبي. وانت؟ من دبي. من غير سامي؟ قول والله. الله يحفظك. يحفظك. الله يسر اموركم مع السلامه. زين ابو خليل؟ هلا ابوي. شفت اقول لك؟ شو؟ ما ادري بس وقت. هل خناخيش؟ من الخناخيش اللي تعيبني. جايين احنا هالخنشيش. ايه ايه. هي ناكل يوم اليوم مرة ثانية. نصور في سنابي وسنابك. كفو والله. إيه والله. غير إحنا ما عرفتك أنت سالم. خالد خالد. خالد؟ إيه. أنا بحياتي ما شفت خالد وما بغاوي. والله. كل خالد غاوي. السلام عليكم. كيف الحالك الله يسلمك. لا تقولي بعرف اسمك خالد. لا أحمد. لازم تغدي تغير خالد. صفر الله العظيم. الله يحفظك. أحلى اسمها خالد. كيف الشباب؟ كيف انتم؟ الامور طيبة؟ زين 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 شكرا. اكره ريال وياكم لان لا ولا حرمة؟ حرمة. قول والله حرمة؟ شو ضربوه؟ انا ابوه حلمة عيون ما تفرج بها الحرمة الريال؟ ولو كنت اكبر ما شاء الله. انا ما كان على البعد ما اخص. لا لا تخص. والله رقم واحد شكلك بعد شكلك يختلف فيه اثنان. اقول لك انا الحين قلتوا لي تعال يسمونه شو اسمه؟ زوما. زوما صرت اللي الطرف هذاك اللي العام. انت رايح مستر تشاو. مستر تشاو؟ لا بودابار. بودابار العام انت هناك عازميني. لا والسنه تحريت الا هو. السنه انا اوديك زوما. زوما تسلم. الله يسلمك يا حبيبي نورنا لك. وخليل ما اسمع لك حس. هذا كله ما تسمع لك. وبعد اسبوع بنوديك العزوه. زين ايش عليه؟ ابرك كم ساعة؟ والله يلسة العزبة تشتري وتبيع في كل مكان. نتابع مباريات المنتخب. زين وين وين هاي زوما؟ أول مرة هي. يا ضاري هي اللي في أبو ظبي. بس أنت الزواج. ها؟ الغروب اللي الزواج. لابولي. ألو سلوك أشوفها من عندك. ها؟ أشوفها تسلم يا أبو حمر عين. مشكور مشكور على هالعشاء الفنان. مشكور انت وخليفه كلكم واحد مشكورين. شكرا شكرا يا الكمبني.
على هالعزيمة الفنان المميزة. شكرا شكرا ابو حمار عين، يعني الله يحفظك، مشكور حبيبي، مشكور على هالكيك وهالدنيا، وكاتبين اسمي بعد. ها اسمي روح حين صار مع انسابي. ليش ما تباني اصورك؟ لا انت ولا اخوك صح؟ هاك اخوك ما يبي يصور؟ انت من هالوين ابوي؟ انا من هالعين. والله؟ والله تحريت من هالكويت شكلك؟ لا لا من هالعين. هذا منو عدالنا؟ روحه هذا؟ ترى يلا شاره. تدرسون هني لو يعني تكشتون؟ لا لا نتكشف. زين زين، والسلام حبيبي. لا لا تعدل ابوي، انت بعد لانك رب العالمين. الله يطول عمرك، ما يبي تعديل، انت ما يبالك عدال. الله يطول عمرك. اي والله وعمرك على الله يحفظك. حفظك ان شاء الله. هالريال منو؟ هابو الازرق هذا؟ حمد المرخان. والله والنعم. والنعم. وهذا 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 احمد بن حمود. والله والنعم والنعم المحرم. والله والنعم والنعم. تعرفون هالشاب الجميل انتم؟ منو ما يعرفه؟ منو ما يعرفه؟ الكل يعرفه. يا ربي ابراهيم. احمد برحيمه كيف حالك؟ الحمد لله الله يحفظك. الامور طيبه وكل شيء زين؟ طيبه طيبه. تعرف هالرجال منو؟ خبرنا عنه. هذا احلى صقعه في الدنيا العوده كلها. نسمعه ولا ما بنسمعه؟ ما يصقع مني وطين، لازم حد يقرقطه. شو بنقرقطه؟ ما في افكار. شو ما تقرقطه؟ كله يتقرقط اللي تشوفه. والله عليك؟ اي يلا. هذا من نمره تهبش. يلا يلا سمعنا سمعنا يلا. انا بروحتي بروحتي بروحتي. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. رحت بشوفك، شايف انك العام اظني. العام اي والله. وكان اخر يوم بعد. وحينه لا تكون باكر ساير. باكر ساير. يعني الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. استانس بشوفك. شكرا حبيبي. لا خليك. الله يحفظك. كل مال الخان. هذا واحد زين، وهذا واحد، وهذا الثاني. هذا يوم يقول بين الخان واللي يا ابوي هل الخان. هذا ما شاء الله عليك. يلا ابوي شوف السناب. ابوه شوف السناب يا ابوه. كنا الله يحفظكم في جريب هرد، ويا ساري تمشى انا وابراهيم وسويدان حرقوس، على اساس ان نحن بنتمشى بنحوط هناك. المهم ابراهيم ابوي يا ويا في بطنه، قال ابوي انا برد الفندق. كنا حق ولد حرقوس نحن هلكيت هلكيت السالفه. قال عيال شوركم وهدايه الله، انتوا ردوا فندقكم وانا ترى حينها سكني جريب. ماي ماي يكره. زين يلا يلا. تعال تعال. انزين قلنا ان شاء الله سار الله ولد حرقوس كمل سيره، ونحن بوي وياه نجد فندق بني فندقنا شوي لقطونا الجماعة الكمبني. وربحهم ما شاء الله شلة مجموعة كبيرة. عزمونا بوي وياهم الفندق، أحب الفندق المطعم طبعا فتش الحين ذكر اسمه زوما. ولان زوما ممزو خلق الله ما خلق الامراض. سلمنا على الجماعه ورمسنا وتقهوينا وخذنا وتعشينا وظهرنا ابويا عنهم وحينا. نحن جريب نوصل فندقنا، وهذا فندق انبا. وانا اتحرى فندق اتحرى فندق انبا صغيروني. ترى يا ابوكم كبر فندقنا بعشر وديات. الامراض الحين جريب نوصل فندقنا عاده نسولف وياكم. قلنا لين نوصل فندق. الله ابراهيم ابو يقول حق الجماعه تصبحون على خير. تصبحون على الف الف خير. اي نعم تصبحون على خير. شكرا ان طولنا عليكم اليوم، وما كانت شيء سوالف ذو اهميه شانو، او ما كان شيء موضوع وايد مهم عندي اليوم. رمسه وايد هاي سوالف سوالف الدنيا. يلا تصبحون على خير.